كان رضوان جيد ويساعدوه مهيب عبد الله فيلالي وعصام بن بابا. الحكم الرابع هشام التيازي. هذا الحكم المغربي يسطر بالبلا الثامنة من أداء توصيات جيد. وينه قلت لك هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. ما لعبوش مع سعد بقير لعبة، هدف أول لصلاح الترجي. دقيقة لعب اللعبة سعد بقير. يا كبير. هدف مقابل شيء. أعطيونا توا ثلاثة ولا أربعة أهداف. في المباراة. قلنا الهدف جاي على السياق اليسار. حكيناه ولا ما حكيناش؟ قلنا على السياق اليسار. لا لا هاوكا على اليسار العارس. اليسار بتاع بدير ما ترحمش. دقيقة واحدة. دقيقة واحدة جا الهدف وبعده هو مش يجيو الأهداف. أفرح يا جمهور الترجي. أفرح يا بقير يا كبير. أفرح يا سعد يا بقير. هدف مقابل شيء في الدقيقة الثانية من هذا الشوط الأول. شوفوا الأمانة. نعطيه لكل ذي حق حقه. سعد بقير باهية مع دريس محيسي. محيسي يبعد حلو المراوغة أولى وثانية. يرجع بالكرة حسين الراقد. يوزع. وينه الهدف الثاني؟ هاو الهدف الثاني. هاو جا الهدف الثاني. برافو يا هيثم. برافو يا جويني. برافو يا هيثم. برافو يا جويني. برافو يا معيسي. برافو يا هيثم. برافو يا جويني. 64 دقيقة لعب. جا الهدف الثاني عن طريق هيثم الجويني. هاي الإعادة. كرة من معيسي. حسين الراقد. وزع. حاس كرة بيده. رأسية جويني لم تخطئ الشباك. هاو الهدف الثاني لصالح الترجي. 64 دقيقة لعب. 64 دقيقة لعب. اثنين مقابل شيء لصالح الترجي. شيخ الأندية التونسية قلنا لا يساوم الترجي. اثنين وشايف الثالث إن شاء الله. برافو يا هيثم. برافو يا جويني. هدف طويلة رجعت من يعقوبي أو الذوادي. دريس محيسي حلوة للياس جلاسي. كمل تمريرة حلوة ياسر. قلت كمل تمريرة. وينو يا شميني وينو يا روج. جا الهدف الثالث. 81 دقيقة. فخر الدين بن يوسف. شوفوا كيفاش هيثم جويني ما اختارش الحل الفردي. يلقى بن يوسف في وضعيه باهيه. حضر له. جا الهدف الثالث. انتهى كل شيء. برافو يا جويني. برافو يا فخر الدين. ثلاثه مقابل شيء وانتهى كل شيء. هاي الثلاثيه بتاع الملعب الدبسي. هاي ولات في الملعب الاولمبي بيرانس. ثلاثه في العشيه وثلاثه في الليل. برافو يا فخر الدين. ثلاثة مقابل شيء. وجماهير الترجي تتجاوب مع الهدف الثالث في الروج. فرحة كبيرة. نعم من حقك يا جمهور الترجي باش تفرح. من حقك.